صراحة هو ما كانش فيه شروط ستريكت قوي، اللي هو مش لازم طولك يبقى كذا، وزنك كذا، ما فيش الكلام ده خالص. هو هي اوديشن عادية جدا، وانس ان you're confident وداخلة يعني عادي بطبيعتك بتعبري عن نفسك. الفيرست امبريشن في الكومبيتيشنز دي مهمة جدا. بس فهو كان الفيرست امبريشن اللي خلاني يعني اكمل بقية الستيجز. يعني ايه اكتر حاجات الصعبة اللي عايزه اقولك ان احنا كنا متدلعين جدا في الكومبيتيشن دي. يعني بالعكس، رحنا يعني سافرنا الاقصر واسوان، عملنا فيديو هناك اسمه حلاوه مصريه على يوتيوب، يعني اتمنى ان انتوا تعرضوها، هيعجبكم جدا. كل حاجه كانت متوفره لنا الصراحه، بحيث ان الاتموسفير حوالينا يكون هادي، وعشان نقدر نستوعب كل اللي احنا بناخده، وعلشان يعني نتجهز بطريقه معينه للفاينل. فهي بس الستراجلز اللي احنا قابلناها كانت اون ستيج، مثلا خايفه تزحلق كده يعني. بس احكي لنا بقى عن موقف محرج حصل لك على الستيج، او موقف صعب. موقف هي الزحلقه. الستيج بيزحلق جدا مع الهيلز، كل اللي بيطلع على الستيج بيزحلق. دي حقيقة. اصلا انت لابس طالون مش اقل من 15 سنتي، ومفروض في ميس يونيفرس ما نلبس اقل من 20 كمان. فالارض بتزحلق جدا، فهي دي اكتر حاجة كانت موترانا يعني. طيب من وانتي صغيرة طبعا حد بيلفت باك على طول، انتي جميلة انتي جميلة انتي جميلة، مين اكتر حد كان مشجعك ويقول لك انتي جميلة؟ هي عيلتي دايما هي اللي كانت على طول يعني بيقولوا لي انتي حلوه، ما تخليش حد يحبطك، انتي حلوه. بس دايما ما كانوش مركزين ان انا حلوه شكلا، كانوا مركزين ان انا حلوه as a human being. كانوا دايما بيقولوا لي لا انتي حلوه، انتي طيبه، ما تخليش حد ياثر عليكي بطريقه نيجاتيف، ما تخليش حد يحبطك، او يعني keep going في اي حاجه، كده كده الواحد اما بيقع لازم يقوم تاني. فبس هي الموضوع كله ان انت تكون جميل من جوه قبل ما يبقى تكون جميل من بره يعني.